الفاصل اللي فات او قبل الفاصل اللي فات كنا بنتكلم مع حضراتكم عن اهم الموضوعات اللي شغلت الصحافه المحليه واللي شغلت الصحافه الاقليميه. اتكلمنا معاكم عن الوفد الليبي وتصريحات رئيس الوزراء الليبي عن الاوضاع والعلاقات بين مصر وليبيا في الفتره اللي جايه والتنسيق ما بينهم. شفنا ازاي ان كان في اهتمام ب او ب يعني باهتمام بتحليل الزياره اللي هتكون بكره للرئيس السيسي وزياره اردوغان اللي بتتزامن معاها برضو للمملكه العربيه السعوديه. والنهارده كمان قرينا في اخبار اليوم تقرير عن تحقيقات بتجريها النيابه مع افراد من تنظيم داعش ليبيا، تمكنت القوات المصريه من القاء القبض عليها على الحدود المصريه الليبيه، كانوا بيخططوا لاعمال ارهابيه ضخمه منها تفخيخ مترو الانفاق واغتيال شخصيات عامه من وزراء واعلاميين وخلافه. ده كان من التقارير كمان اللي منشوره النهارده في الصحافه وصحافه اهتمت بيها. ومهم جدا ان احنا نقف عنده، لانها يعني تقارير التقرير بيتكلم في تقارير حددت كمان عدد الدواعش اللي مقبوض عليهم وبتتكلم عنهم وبتتكلم عن التحقيقات معاهم. نخرج من الموضوع ده ونروح لموضوع تاني كان برضو منتشر في النهارده ومنشور في الصحافه. الموضوع بيتكلم عن السحب تنظيم كأس القارات في قطر في 2021. الفيفا قررت انها تسحب هذه الدوره. جه في الخبر انه السكرتير العام للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اكد على انه تقرر سحب تنظيم بطوله كأس القارات 2021 من دوله قطر اللي هتقوم باستضافه بطوله كأس العالم في 2022. نعرف اكتر ونعلق اكتر على الموضوع ده مع زميلنا كريم رمزي مدير تحرير موقع يلا كوره. مساء الخير يا كريم. مساء النور، اهلا بيك. الناس كلها بتتكلم عن كاس العالم 2022 وعن ان ازاي الفيفا هتغير في مواعيد تنظيم كاس العالم من مكان لده. نقرا بقى كاس سحب القارات، كاس القارات ازاي في ظل ان الناس كلها منشغله بكاس العالم. بصي، هو يعني من امبارح الفيفا او السكرتير العام الفيفا جيروم فالك طلع قرار او يعني قال انه كاس القارات مش هتتلعب في قطر 2021. العادي انه الدوله اللي بتنظم كاس العالم كل اربع سنين بتنظم كاس القارات اللي قبليه بعام اللي هو هيبقى 2021. ما يقدروش الفيفا ناوي ينقل كاس العالم في شهرين 11 وديسمبر على غير العاده، و ده يعني هيتلعب في الشتاء. كاس القارات برضه بيتلعب في الصيف، وبالتالي هم ما قدروش ينقلوا كمان كاس القارات في الشتاء، فقالوا ان احنا هننقل كاس القارات من قطر لدوله اسيويه اخرى. في الغالب او انا اتوقع انها هتبقى استراليا، وربما يعني يكون ده تمهيد لنقل كمان كاس العالم 2022 من قطر لاستراليا، لسبب الصحافه انت عارفه انه كان في فتره اتكلموا انه في فساد في ترشيح قطر لتنظيم مونديال 2022، واتحقق فيه الكلام دوت. مايكل جارسيا المحقق بتاع الفيفا حقق في الكلام دوت واتقال انه ما فيش مشكله، قطر ما عندهاش اي فساد اداري في تنظيم كاس العالم. وبعدها استقال مايكل جارسيا من منصبه وقال انه هيطلع الحقائق قدام الراي العام، هو لسه ما عملش الكلام دوت. دلوقتي بنتكلم في حاجه جديده، الصحافه العالميه شفنا في التليجراف في انجلترا في نيوز ويك اتكلموا على ان قطر دوله بتدعم الارهاب، يمكن دي تقارير بتتداول حتى سياسيا، وبالتالي ما ينفعش كاس العالم ينظم في دوله ترعى الارهاب او تراعي الارهاب، يعني كلها امور فيها قلق. تعالي كمان عندك نقطه مهمه، انه كاس العالم انه يتلعب في الشتاء ده معناه انه انجلترا هتضغط اسبانيا، هتضغط الدوريات الكبيره، الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الفرنسي، الدوري الايطالي بتلعب في الوقت. يعني للدرجه دي الاوضاع السياسيه اثرت على الاخبار الرياضيه والقرارات الرياضيه. بالظبط بدات تسيطر بشكل واضح. انت كمان الامور بتتطور يوم بعد يوم، وقبل ما نوصل ل 2022 بالتاكيد هيبقى في ازمه كبيره عند قطر. ودي بالك ان قطر كمان وعدت بحاجه وما نفذتهاش، قالت انها هتعمل استادات مكيفه، ده كان في الملف اللي حكايه حطاه في 2022. بعد كده قالت احنا مش هنقدر نعمل دوت تقنيا، مش هنقدر نعمل دوت.
فهينقلوا البطوله في الشتاء. كل ده بيمثل خطوره كبيره على تنظيم قطر لمونديال 2022. العالم بيضغط، انجلترا بتضغط، المانيا كمان بتضغط بشكل قوي جدا، امريكا بدات تضغط، او الصحافه او الراي العام بدا يضغط. زياره الامير تميم لاوباما اللي حصلت مؤخرا، الصحافه الاجنبيه برضو اشارت لكاس العالم وازاي امريكا ما ينفعش تدعم تنظيم قطر لكاس العالم. كاس القارات يمكن او سحب او يعني نقل كاس القارات من قطر ربما يكون تهميد كمان لنقل مونديال 2022 من قطر. شفنا ازاي ان الصحافه وخاصه بشكل خاص الصحافه البريطانيه بتضغط علشان خاطر موضوع السحب، شفنا ده بقى لنا شهور انها ازاي بتسعى لده، ولكن في تصور يعني ان ده لمصلحه يعني لهوى في نفس بريطانيا والبريطانيين ولاعاده التصويت على استضافه كاس العالم، ولكن البعد ده شايفه ازاي؟ الى اي مدى ممكن ياثر وهياثر في المرحله اللي جايه؟ بصي، بالتاكيد انجلترا عندها اهداف انه ربما يعاد التصويت على تنظيم مونديال 2020، وربما لها مصلحه زي ما انت قلت بالظبط، ولكن ده ما يمنعش انها انجلترا كشفت عن ملفات فساد اللي فاتت في اعضاء اللجنه التنفيذيه للفيفا، وازاي صوتوا مقابل رشاوي لتنظيم قطر مونديال 2022، وبالفعل في ناس استقالت وفي ناس تم التحقيق معهم. محمد بن همام نائب رئيس الفيفا القطري تم ايقافه مدى الحياه بدعوى رشاوي برضه حصلت في هذا الاطار، كلها امور وضع يعني في حاجات عمليه حصلت، اتقال انه في رشاوي اتدفعت من قطر عشان تنظم كاس العالم. كل الامور دي انجلترا ربما يكون ليها اهداف، بس برضه هي كشفت حقيقة ومعها المانيا ومعها استراليا، كل الراي العام في العالم كله، خدي بالك انه مين اللي بيضغط؟ استراليا بتضغط بشكل كبير جدا عشان برضه استراليا عندها اهداف، انجلترا بتضغط بشكل كبير جدا بس برضه عندها اهداف، بس معاهم ادله ومستندات تم نشرها الفتره اللي فاتت، وفي ناس اتعاقبت بالفعل بسبب المستندات. استقاله مايكل جارسيا المحقق بتاع فيفا اللي كان بيحقق في ملف قطر ده بيدي مؤشر خطير جدا انه فعلا كان في فساد، والفيفا غطت على الفساد دوت، عشان لو فيفا اعلنت انه كان في فساد في ملف قطر بالتاكيد ده معناه انه الفيفا متورطه في هذا الامر. كريم رمزي مدير تحرير موقع يلا كوره، انا بشكرك على وجودك معانا، ملف مهم جدا وخاصة انه بقى فيه تطورات، وخاصة كمان انه شفنا ازاي ان الخط السياسي والمناخ السياسي ابتدى يأثر عليه. عايز اخدكم سريعا لابرز العناوين اللي هتقروها بكره في الصحافة، ابداها مع حضراتكم من الاهرام. في جريدة الاهرام الرئيس يستعرض استعدادات مؤتمر شرم الشيخ، سلمان يعرض الفرص الاستثمارية امام 150 شركة بدبي، وقدري نسير على الطريق الصحيح، القمة المصرية السعودية اليوم بالرياض، السيسي وسلمان يبحثان التنسيق لمواجهة أزمات المنطقة، ده في جريدة الأهرام. كمان في اليوم السابع وزارة الأوقاف القطرية تفتي بهدم الأهرامات وأبو الهول، فتوى موقع إسلام ويب تعتبر الآثار أصناما وقبورا وتماثيل.